إخوان والأخوات متابعي وأصدقاء القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى من الله تبارك وتعالى تكونوا في أسعد الأوقات. من رموز الفن بدينة مراكش الأستاذ الفاطمي الشيبوني رحمة الله عليه، الرجل الطيب، إنسان العفيف، المحب لكل ما هو جميل. كان كيسكن سيدي أحمد السوسي، ومن بعده انتقل لرياض العروس في بين القاوي قبل ما ينتقل لحي التوديات. كان دائم تنقل دراجته النارية، كان ليه دكان في سوق الكيماخين كيقابل دكان رفيق دربو السيد طاهر منزو الله يرحمهم بجوج. والسيد الشيبوني هو الأخ ديال العربي الشيبوني المصور الصحفي رحمه الله الجميع. ولمن لا يعرف السيد الفاطمي، سيب الفاطمي كيتعد معلمة فنية وأيقونة الآلة الأندلسية بمراكش. كيرجع عليه الفضل في ظهور عدة مواهب فنية في المدينة الحمراء، منهم أسماء وازنة في الساحة. كان أستاذ بن معادل الموسيقي بجنان الحارتي أيام فاش كان الأستاذ حسن منتصر مدير، كذلك هو من الأساتذة الكرام اللي خلاو بصمة في هذا المعهد رفقة الشريف مولاي عبد الله الأملاحي الوزاني. فيما يخص موسيقى الآلة، أنا ذاك كان الشيخ قزبور حتى هو أستاذ المادة الملعب. المهم هو أن المرحوم بالفاطمي استفد من دروسه وتداربه بدار الشباب بالحي المحمدي مراكش العديد من الشبان والشابات المهتمين. من ميزاته رحمه الله كان كيعزف جميع الآلات الموسيقية بما فيها الإيقاع. سي الشيبوني عضو جوق الآلة بمراكش، كان كيترأسه أنا ذاك الأستاذ عبد السلام الخياطي. هذا الرجل من الناس اللي ساهموا في نشر تعليم الموسيقى الأندلسية بدار السي سعيد مدينة مراكش. كان هذا الجوق كيضم أكثر من 20 عازف، كان من بينهم الشريف مولاي عبد الله الوزاني الأملاحي، والحاج بن الفاطمي الشيبوني، والشريف مولاي الغالي الشريبي، والسي تيميجا اللي كان كيعزف على آلة الرباب، والسيد بن طالب وآخرين. وكانوا في هذا الجوق كيقدموا وصلات الموسيقى الآلة في الإذاعة. اللهم ارحمه واغفر له ولجميع المسلمين أحبتي، حتى نتلقاو في حلقة ماجية إن شاء الله تعالى. نعم، قناتكم بالانضمام وسيوصلكم أي جديد. أصدق التحيات.